السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من 256 ثانية. في هذه الحلقة راح نتكلم عن الفيديو ستوديو والفيديو ستوديو أونلاين. أعتقد كلنا نعرف الفيديو ستوديو اللي هو التطبيق الخاص بتطوير البرمجيات من مايكروسوفت. الجديد بالذكر أن فيديو ستوديو ما هو مخصص بس لتقنيات مايكروسوفت، الكثير يعتقد أنه بس لتطبيقات ويندوز أو المواقع اللي هي ASP.NET. الحقيقة أن فيديو ستوديو يدعم لغات برمجة عديدة من برمجيات الويب مثل HTML5 وجافا سكريبت أو حتى بايثون ولغات كثيرة مثل أباتشي كوردوفا اللي ممكن تسوي منها تطبيقات على iOS والاندرويد. الفيديو ستوديو اصبح الان مجاني من نسخه الكوميونتي اديشن اللي اصبحت متوفره للتحميل مباشر من موقع الفيديو ستوديو، وفيها مميزات عديده غير النسخه السابقه اللي كانت اسمها اكسبرس. اكسبرس كانت محدوده جدا، لكن الكوميونتي اديشن فيها مزايا عديده مثل اضافه الاضافات الاكستنشنز، وهذه اضافه مهمه جدا في الفيديو ستوديو تتيح للمبرمج اضافه مكتبات عديده بسهوله لمشروعه البرمجي. خلينا نشوف مثال سريع على الفيديو ستوديو، اهم المزايا فيه وكيف ممكن تضيف اضافه لمشروعك وتستخدمه مباشره من خلال الفيديو ستوديو. هذه الواجهه الرئيسيه للفيديو ستوديو. المنطقه هذه عادة تستخدم لكتابة الكود، مثل ما تشوفون هنا كود من نوع C#.NET، وهذه المنطقة اسمها Solution Explorer اللي طلع لك ملفات المشروع اللي انت شغال عليه. اذا حبيت تشوف تصميم المشروع اللي قاعد تشتغل عليه، روح لملفات الزامل اللي تنتهي ب XAML، اعمل عليها دبل كليك وراح يوريك المشروع اللي انت شغال عليه، واللغة الزامل هنا موجودة تقدر تعدل على التصميم مباشرة. واذا حبيت تشوف مشروعك تضغط دائما على زر رن الموجود هنا وتقدر تشغل المشروع وتشوف ايش البرنامج اللي برمجته. ولبداية مشروع جديد دائما تضغط على File New Project وتختار من القائمة المشروع اللي تبغاه، سواء كان Windows 8 Application او موقع ASP.NET. طبعا هذه معلومات مبدئيه واساسيه للي ما قد استخدم الفيجوال ستوديو، واللي استخدمه قبل لازم تعرف ان الاكستنشنز او الاضافات اصبحت الان موجوده في النسخه المجانيه. تقدر مباشره تحمل اضافات مثلا تطوير الالعاب على يونيتي، تحمل اضافه يونيتي مباشره من متجر الاكستنشن هنا، او اضافه مثلا اجر للتحكم بمواقعك في اجر مباشره من الفيجوال ستوديو. مثلا اذا اضفت اضافه اجر راح تلقى مشاريع اجر موجوده مباشره في انشاء مشروع جديد في قائمه كلاود بالاسفل هنا، راح تلقى مشاريع اجر مباشره تتحكم فيها مباشره من القائمه. الان راح نتحدث عن فيديو ستوديو اونلاين. البعض يعتقد ان الفيديو ستوديو من نسخه اونلاين اقدر ابرمج مباشره من الاونلاين او الموقع، وهذا غير صحيح. الفيديو ستوديو اونلاين هو عباره عن ادوات تساعد فريق العمل البرمجي على اداره المشروع واداره الكود واداره المهام والبجز والاخطاء الموجوده في المشروع. تستطيع عن طريق الفيديو ستوديو اونلاين انك تدير كود مشروعك مع فريقك عن طريق TFVC اللي هو Team Foundation Virtual Control، او طريق الجيت اللي هو النظام المعروف لاداره مشاريع الاكواد. كذلك تستطيع عن طريق الفيديو ستوديو اونلاين انك تعمل تيست لمشروعك اذا كان موجود على الويب عن طريق الستريس تيست. الفيديو ستوديو اونلاين مجاني لاول 5 افراد من فريقك يقدرون يسجلون وتبدا عمليه اداره المشروع من خلاله. خلينا نشوف مثال سريع على ايش هو الفيديو ستوديو اونلاين وكيف نسجل فيه وايش اهم الخصائص الموجوده في الموقع. اذا ضغطنا التسجيل في الصفحه الرئيسيه راح تجينا هذه الصفحه اللي فيها نسجل عنوان المشروع اللي راح نشتغل عليه وفريق العمل الخاص فيك اللي منه راح يشوف المهام والكواد. بعد التسجيل راح تجيك هذه الصفحه اللي تسجل فيها اسم مشروعك، مثلا مشروعي راح اسميه 256 وطريقه التطوير اللي راح يرتب لك اياها فيديو ستوديو. طرق التطوير عندنا اجايل وسكرام وسي ام ام اي، هذه خاصه بهندسه برمجيات ممكن تقرا عنها، لكن اذا مشروعك صغير ممكن تاخذ سكرام حاليا. اما خيار فيجوال كنترول اللي هو خاص بتقنيه حفظ الكود، عندنا تقنيتين، واحده مقدمه من مايكروسوفت اللي هي TFVC، وتقنيه جيت المعروفه اللي هي عاده يستخدمونها اصحاب المصادر المفتوحه. ممكن تختار اي واحده، وبعد ما تعمل كرييت بروجكت راح تجيك هذه الصفحه الرئيسيه الخاصه بالفيديو ستوديو اونلاين. الصفحه الرئيسيه راح تعطيك ملخص عن مشروعك ومنهم الاعضاء الموجودين، مثلا حاليا لا يوجد الا عضو واحد اللي هو انا، وايضا نسبه الانجاز الموجوده هنا اذا كنت مستخدم سكرام، وايضا ايش المهام الموجودة في الطريق. بالنسبة للقوائم الرئيسية فهي 5 أجزاء: الصفحة الرئيسية، صفحة الكود، صفحة العمل، وصفحة تطوير التطبيق، وصفحة اختباره. بالنسبة لصفحة الكود راح يعطيك الكود اللي رفعته مع مشروعك مع فريقك، وهنا المراجعات اللي فيه وإيش الأكواد السابقة اللي تم تعديلها. بالنسبة لصفحة العمل فتعطيك المهام القادمة لكل فريق العمل وإيش المشاكل الموجودة اللي لازم تتصلح بالتطبيق بالاتفاق بينكم. بالنسبة لصفحة التطوير إيش النسخ اللي تطورت من مشروعك وإيش اللي قادمة في الطريق. بالنسبة لصفحة الاختبار فهي الاختبارات اللي راح تحطونها لمشروعكم وبناء عليها يتم اختباره. هذا كان كل ما لدينا في هذه الحلقة، إن شاء الله استفدتم منها. لا تنسون تسوون لايك، واللي ما عمل سبسكرايب يسوي سبسكرايب، ولا تنسون تشوفون أيضا الحلقات السابقة. شكرا لكم، كان معكم أخوكم صالح الزين.